سلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ هانين، اموركم بخير؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فيديو ديالنا اليوم البنات غنديروا ان شاء الله مركز ديال التفاح اللي هو رائع البنات، العواصير للتحضيرات رمضان ان شاء الله. وانتم معايا في المقادير والطريقه التحضير اللي حتى نكملوا ان شاء الله. سلام البنات، انا رجعت معكم. هانتوا البنات دابا التفاح من بعد ما قطعناه، قبل بعدا كنديروا البنات الماء كنديروا فيه الحامض، وعاده كنبداو نقطعوا التفاح بالجلفه ديالو البنات. من الاحسن ديروا التفاح البنات هذا الخضر وهذا الخضر، هذا الصفر الصفر والخضر لهذا المركز هذا كيجي زوين. انا البنات خلطت التفاح حتى من الاحمر درتو اللي عطلني، وانا شديت الاحمر البنات وحيدت لي هاد الجلفه هذه، حيدتها باش متبانش ديك الجلفة يجيني المركز احمر. المهم البنات خدينا سميتو الماء، درنا فيه الحامض، درت فيه واحد ثلاثة ديال الحامضات بالجلفة ديالهم، طحنتهم مع الماء في مولينكس ودرتو هنايا في الطنجرة صافي. وليت كنقطع التفاح وكنحطو سميتو باش ميكحلش. هاد هي الكمية البنات، درت هنا درت هنا 5 كيلو ديال التفاح مقطع. هنا دابا غادي نصفيو هاد البنات من هاد الماء، وغادي ندورو ان شاء الله غادي نصاوبو، غادي ندير ليه ان شاء الله السكر وندير ليه سميتو. هانتوما معايا في الخطوات. هانتو البنات من بعد ما صفيناه من الماء، حيدنا منو الماء كامل، غادي ندورو ان شاء الله اش غادي نديرو. غندير فيه الحامض البنات. انا غنعطيكم البنات كمية ديال الكيلو، انا هنا البنات دايره 5 كيلو ديال التفاح، درت هنا 5 الحامضات صغار، عصير ديال الحامض الصغير غندير نص، بالنسبه طنجره ما كفاتنيش، ما عنديش طنجره كبيره، قسمت الخليط من النص، غندير نص ديال الحامض هنايا والنص الاخر في الجهه الثانيه. انا غنعطيكم البنات الكميه ديال الكيلو ديال المركز، وغندير النص هنا داير 750 البنات ديال السكر، وغادي ندير النص هنا والنص هنايا صافي. انا غنعطيكم البنات، غنعطيكم البنات الكميه ديال الكيلو اللي باغا دير كيلو ديال المركز. انا غنعطيكم، غادي ناخذ البنات هنايا تقريبا عندي 2 كيلو 2.5 لتر ديال الماء، غادي نقسمو على الخليط بجوج. بالنسبه للبنات الكيلو ديال التفاح، كناخذو كيلو البنات ديال التفاح كنديرو فيه 300 غرام ديال السكر سنيده، وكنديرو فيه نص لتر ديال الماء، 500 مليلتر ديال الماء، وكنديرو فيه البنات نص حامضه كبيره ديال عصير، نص حامضه كبيره او عصير ديال حامضه صغيره. هاد العبار البنات، وتعزلوا الحامض يكون فيه الماء. هاد الحامضه اللي خديتو البنات ما لقيتش فيه الماء، علاش؟ انا درت فيه 5 الحامضات. هاد الحامضه البنات ما فيهش الماء، شوفوا الحامضه تكون فيها الماء باش تقدكم في الخليط ديالكم. دابا البنات غادي نضيف ان شاء الله الماء. هانتوما معايا، هانتو البنات انا ضفت هنايا ايطرو و 250 ملي ديال الماء في هادي، وغنضيف ثاني ايطرو 250 في هادي. هانتو البنات غنضيف ثاني هنايا ايطرو، ما وصلتش البنات في هاد الجهه ايطرو 250، اكتفيت عاد بايطرو باش البنات بغيتو شويه يكون عقد المركز ما يكونش شويه جاري. صافي البنات هكا صافي، وغادي نضيفو صافي البنات ها هو وجد عندنا المركز. غادي نضيفو ان شاء الله فوق النار تقريبا 20-30 دقيقة البنات صافي، ونطفيو عليه. غادي نديروه 30 دقيقة فوق النار صافي ونطفيو عليه. هذا هو الشكل ديالو البنات صافي، وهانتوما معايا ان شاء الله في الوسط نكملوها. كيف قلت لكم البنات ناخذ التفاح الخضر والتفاح الصفر باش كيجي المركز كيجي زوين البنات،
ويلا كان عندكم التفاح الاحمر حيدوا ليه الجلفه، ما تخلوش ليه الجلفه، خلطوه معاه ما تخلوش ليه الجلفه. صافي الناس، هذا هو المراكز ديالنا. دابا غادي نضيفوه على النار ونخلوه البنات 30 دقيقه ونكملوا الوصفه ان شاء الله. انا رجعت معكم. هذا هو الشكل، هذا هو الشكل ديال المركز ديال التفاح ديالنا اللي درنا. ها هو شوفوا البنات ما شاء الله كيفاش كيجي، كيجي الروا ديالو معلق. ودابا البنات الخطوه ان شاء الله الثانيه اللي غادي نديروا لها، غادي نشدوا هاد التفاح هذا وغادي نطحنوه في الخلاط ان شاء الله. انت البنات انا حتى بديت كنطحن غنتفكر الفيديو. سبحان الله من لا يسهى ولا ينام. انت البنات صافي غادي نطحنوه ان شاء الله، وانتم معايا في الفيديو ديالنا حتى نكمل ان شاء الله المركز. انت البنات الشكل ديال المركز ديالنا كيفاش التحنيك تطحن مزيان في هذه المرحله البنات. الا بغيتو صفيوه صفيوه، مكتبوش فيه سميتو صفيوه، هو راه مطحون مزيان البنات. شوفوا بغيتو تصفوه صفوه، ما بغيتوش ديروه في البواطات اللي غندخلوهم المجمد ديريكت. انا البنات ما غنصفيهش، غنخليه يطحن مع هكاك صافي، وغنديرو ان شاء الله في البواطه اللي غادي نديرهم في المجمد ان شاء الله ونخليهم. وهذا هو الشكل ديال البنات. انا باقي غادا نكمل البنات. نكمل المركز ديالنا وانتم معايا ان شاء الله في الشكل. هانت البنات هذا هو الشكل ديال المركز ديالنا من بعد ما طحناه، درتو ان شاء الله في العلب. دابا ان شاء الله غادي ندخلو المجمد وغادي نخليه حتى يجمد، وانتم معايا ان شاء الله ملي يجمد غادي نخرجو ونوريه لكم ان شاء الله الشكل ديالو. نسيله جا رائع رائع، عرفتي باقي كنطحن فيه. الدراري بداو يصوبوا العصيرات ويشربوا. يلا البنات انتم معايا ان شاء الله. السلام البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ انا رجعت معكم. هو الشكل النهائي تاع المركز ديال التفاح ديالنا ما شاء الله. دابا جبدته من المجمد، انتم غتشوفوا الشكل ديالو ان شاء الله البنات. ما شاء الله عليه، شوفوا يجي البنات غزال رائع. وحتى السلول عندي انت البنات، وحتى السلول انت البنات ما شاء الله. شوف كيفاش كيجي، عرفتي البنات كيجي غزال ما شاء الله. هانتو البنات ما شاء الله، هانتو قلت لكم البنات الكميه خرجت ليا هاد الكميه ما شاء الله، 4 سوبيرات تسلل تسلل. وهذا ما شاء الله البنات، وخرجت ليا واحد الكميه اخرى حتى هي انا غادي نوريها لكم، هي دابا اللي الدراري كياكلوا فيها ما شاء الله. البنات كدار عصير، كدار ديروا معاه غير الماء وكميه ديال المركز وبنان ولا اي فاكهه عندكم، عرفتي كيجي واعر رائع، كيجي ما شاء الله عليه. ها البنات شوفوا هانتو البنات، هادي راه وصلوا فيها النص ما شاء الله، سوبيره كبيره كانت عامره هانتو ما شاء الله. هانتو البنات
ايوا نتمنى يعجبكم الفيديو، وإلا عجبكم ما تنسونيش البنات من اللايك والبارطاج والاشتراك في القناه اللي مشتركاش، وعلى زر الجرس باش يوصلكم ان شاء الله جديد القناه، والتوفيق ان شاء الله، وما تنسونيش من التعليق ديالكم الزوينه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.